نعم، يعني لا زالت الغارات الإسرائيلية متواصلة على مناطق مختلفة من مدينة خان يونس، لكن يعني قبل قليل حسب ما أفدنا بأن هناك 10 شهداء من عائلة الأغا في منطقة السطر الغربي، وذلك بعد أن قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف منزل المواطن يعني عثمان الأغا في منطقة السطر الغربي بجوار مسجد الأمين. ومع الأسف الشديد هذا المنزل كنا قد أشرنا منذ يومين إلى أنه محاصر وأنه لا يستطيع الخروج من هذا المنزل منذ عدة أيام بفعل وجود الدبابات والآليات الإسرائيلية يعني في محيط هذا المنزل، وكانت هناك تحذيرات من أن الجيش الإسرائيلي قد يستخدم هؤلاء المواطنين لدروع بشرية. اليوم الطائرات الإسرائيلية قبل قليل قصفت المنزل، وهناك حسب المعلومات الأولية بأن هناك 10 شهداء وعدد كبير من المصابين بداخل المنزل، وخاصة وأن المنزل لجأ إليه العديد من المواطنين النازحين، وسيارات الإسعاف والدفاع المدني لم تستطيع حتى هذه اللحظة من الوصول إلى المكان، لأن هذه المنطقة أصبحت داخل العمليات العسكرية الإسرائيلية، والدبابات الإسرائيلية تتجاوز هذه المنطقة إلى منطقة الكتيبة، وبالتالي الوصول إلى هذه المنطقة أو إلى هذا المنزل لإخلاء الشهداء والجرحى يتطلب يعني تنسيق من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر. الجريمة الأخرى هي قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف سيارة إسعاف بالقرب من منطقة الفخاري إلى الشرق من خان يونس في محيط المستشفى الأوروبي. هذا الاستهداف لسيارة الإسعاف أدى إلى إصابة ضابطين إسعاف وتم نقلهما إلى مستشفى الأوروبي لتلقي العلاج، فيما لا تزال الانفجارات وعمليات الاستهداف العنيف متواصل في بلدة بني سهيلة وبلدة عبسان، مما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء، تم نقل شاهدين من المنطقة وعدد من الإصابات، فيما لا يزال عدد من الشهداء حتى هذه اللحظة لم تتمكن الطواقم الطبية والإسعافات أو حتى المواطنين من الوصول إلى هذه المنطقة وانتشال جثمين الشهداء والجرحى من هذه المنطقة. الأخطر أيضا الآن هو قيام طائرات الكواد كابتر الطائرات المسيرة بعمليات إطلاق نار تستهدف المواطنين في أحياء مدينة خان يونس. عدد من المواطنين وصلوا اليوم مصابين. هذه الطائرات منذ 3 أيام تقوم بعمليات إطلاق النار، بدأت في شارع جلال الذي يتوسط مدينة خان يونس، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الأطراف الغربية وأيضا إلى وسط المدينة تقوم بعمليات إطلاق نار تستهدف المواطنين. حتى اللحظة الأوضاع في خان يونس تسمع أصوات انفجارات وعمليات قصف عنيف من قبل الدبابات والطائرات الحربية الإسرائيلية.